حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. المستقر في أذهان الناس أن كيد النساء أقوى من كيد الرجال، ثم العديد من الأمثال والأقوال اللي تأكد على قوة مكر النساء وكيدهم، لا بل ثم حتى كتبت فيها المضمار، منها مثلا كتاب لابنة بتنوني العنوان في الاحتراز من مكائد النسوان، وغيره وغيره. هو كيف تجي تشوف المرأة ما هيش أكثر ذكاء من الراجل، ولكن ربما الراجل يعمل على ذراعه في بلوغ أهدافه، والمرأة تعمل على ما عندها من قوة إغراء وحسن تكتيك. وعلى ما قالوا أغزى البيت قالته العرب يعبر على هالمعادلة العجيبة عند المرأة، يعني هي تجمع بين الضعف والقوة، هو قول جرير لكن الأبيات المعروفة: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. يحكيه على راجل مركنتي كيف جاي يتزوج مخمم كان في الجمال، وخذا مرا من أجمل النساء وقعدوا عايشين في أرغد عيش، واللي تطلب ليلة العين تاخذه. كيف لقاته هكا مطوحة بدأت داخلة تحت راسه باش يقبلها رزيق، ملص هيك الراجل تملص منها ولا، وكتب لها اللمة واللي ثمة، وسمع لها في الكل بيع وشراء، وباتوا وثبتوا بخير. الغدوة خرج الرجل يخدم على روحه، العشية جا داخل للدار يلقاها مسكرة الباب، دق عليها جاوبته، قالت له شكون؟ قال أنا. شكون أنت؟ قالت له. قالت يزم البصرة وحل الباب. قالت له أما باب الرزق رزقي، ولا نعرفك لا تعرفني، وابقى الحكم قدامك. وبداك الرجل يسخن ويبرد يسخن ويبرد، ومنها مشى كن راسه عند واحد من أصحابه. الغدوة مشى سيخين للدريبة يقابل سيدي القاضي ويشكي بها. هو وصل للدريبة ويلقاها سبقت له، وقفوا قدام القاضي، وبدأت هيك المرأة تبكي وتحبحب. قالت له يا سيدي هالرجل مستخبط عليا، وأنا مراولية عندي شوية رزق، وهو رجل منتف ما عنده شيء، وراهو ميقطني، راهو مخليني ناقصة، راهو يضربني، راهو واللي ما هوش فيه مخلوق شرته له من السوق. قال الرجل يا سيدي راهو رزقي، وراهو صار وصار وصار. قال لها ترى هاتك واخذك يا بنتي. حل القاضي الكويخضات يلقاهم باسم المرأة. قال له لا يا ولدي ما عندك شيء، الرزق رزقها، وانت شد بمعروف ولا سيب بحسان، واذا انت ما انتيش قادر على نفقتها فهو نطلقك منها. قالت له يا سيدي طلقني، وطلقها القاضي. ومشات لدارها تضحك وتكتك، وهكا مسكين مشاكة بتحت حيط. او متعدي راجل كبير صاحبوه زمان ويقول لك استحفظ على صاحبوك، عارفه. قال له مو لبس عليك يا ولدي. قال له راهي السيرة على ما فيها وعلى ما فيها، ودبر عليا كيفاش نرد رزقي. خمم هيك الرجل الكبير خمم، ونقل له يا ولدي هذه عمايل نساء وما تنجم تلقى لك دبارة كان واحدة من نساء، برا مشي لمرت القاضي واحكي لها حكايتك وتلقى لك حيلة. الغدوة عين القاضي مشى للدريبة وهو مشى لداره، دق على الباب، خرجت له البنية اللي تخدم عندهم تفضل. قال لها قل للتك تقرب بحث الباب عندي منقول لها. مشيت قلت لها يا للتي راهو ثم شكون يحبك، قال لك اقرب بحث الباب عندي منقول لك. هيا قربت بحث اخذ الباب وحكى لها هيك الراجل الغبين اللي تعدت عليه. قالت له تعرفش كيفاش، برا امشي جيب لي 4 دلاعات و4 كعبات حوت بوري. مشى جاب لها اللي طلبته، ومنها طلعته عندهم سدة في البيت وقالت له قد تمه وقت على الخباط كان من قلك. ومشيت شدت هيك الدلاعات كل واحدة تقورها وتفرخها وتحشي في وسطها كعبة حوت، وترجع تغطيها بقورتها كيني ما تمسدش. دخل القاضي وقت الفطور، فطر تحمد تشكر. قلت له يا سيدي لك ثم راجل ابعث لك 4 كعبات دلاع. قال يعطيه الخير ما لهيت قل منا كعبة. مشيت جابت واحدة شقتها وعيطت فرد عيطها بسم الله علينا وعليهم. قال سما. قلت يا سيدي شوف كيف في وسط الدلاعة، ايش في وسط الدلاعة؟ القاضي حل فمه وبدا يتمتم ويسمي بسم الله.
قال لها تربر أجيب لنا كعبة الثانية، واللي صار مع عبد الله علولة صار مع الثانية وصار مع الثالثة وصار مع الرابعة، وبدأ واحد يطلع وواحد يهبط. غزر القاضي المراء قال له يا مراء الله ورسوله أعلم، عبد الله كان شي مغروس قريب للشط، ولا تكون شي وحمة، ولا سمشي حوتة خرجت مع الموجة حتى لجدر الدلاع باضت وتخلي البيض متاعها في النوار وقعدت تكبر في وسط الدلاع، وربي قادر على كل شيء. يقتلوا توش نعملونا مع الحوتات؟ قال لا طيب نهمنا عشانا بالكسكسي، وخرج على روحه. قامت هيك المراه قشرتهم طيبتهم مرقة بالكسكسي وزادت طيبة نحاسة محمص، وعينت وقت العشاء وحطت على الميدة بلط المحمص. دخل القاضي هي قال حضر شي العشاء، قلت لوك على الميدة كيما قلت عملتهم بالكسكسي، غسل ويداته وعرم كب يلقاه بلط محمص. شنو هذا؟ قالها قلت له كسكسي بالحوت. قال لك كيفاش جاو محمص؟ قلت له لا كسكسي بالحوت. وابدأ كلمة مني عفوا كلمة مني كلمة منك كلمة مني كلمة منك، وما قال نمشي نديلك بوك، ومشي نديلها في بوها. عينت بوها ماشي يجي، وهي قامت بلط المحمص خبيتها وحطت بلط الكسكسي مغطية بالمكب. دخل بوها يزر يا بيك يا عليك تحشم مع سيدي القاضي. قلت له يا بويا بالله هذا محمص ولا كسكسي؟ حشب قال له يا سيدي القاضي كيف كسكسي بالمرقة؟ أي تعشي كيفاش؟ صلي على النبي. وكربت القاتل وتعبت بزايد وبرا ولي تتعشوا على رواحكم وربي هنيكم، ولوى براسه وخرج. وخرج القاضي يعدي فيه، القاضي خرج يعدي فيه بوها، وهي مشيت تجري قامت هيك البلاطة خبيتها وحطت البلاطة المحمص. رجع القاضي مشي يتعشى عرن كب يلقاه محمص، ولا يعيط وهي تعيط وهو يعيط وهي تعيط، وانا قلت له يخش بيناتنا كانك على هاتف الله وريحك منه، ومشيت تجري وين راقد ولدها الصغير وقامت مخدة ورمتها في البيت. ولا هيك القاضي يعيط يقول افزعوني يا نغارة افزعوني يا نغارة، حتى وصل لدار نسابه وهو يعيط. قال لهم راهي رميت الطفل في البير، يخرج بوها واخوتها يتجراوا فزعوا الباب دخلوا يلقوها ولدها في حجرها وهي تزيزي عليه. ضرب بوها كف على كف، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. سيدي القاضي دخل وخرج في الحلة، يا رسول الله خزنة علمه مشات، ومنها لعب الشفر لأولاده تحاموا فيه كتفوا يديه ربطوا في الشباك ومشوا على رواحهم وهما يتويلوا ويتحسروا حتى شي فرج الله. هيك ما مشوا منها، وهي قالت لهيك الرجل اللي في السدة أيه بطه، وحطت له الميدة وبلط الكسكسي والحوت وقالت له تعشى على روحك. وهيك القاضي يتطحر. الغدوة جاه نسيبه يطلع عليه، إيش حالك اليوم يا سيدي القاضي؟ قال له أنتم ما مشيتوا من هون، وهي هبطت رجل من السدة وخلته يتعشى في الكسكسي بالحوت. زاد هيك نسيبه وضرب كف على كف وخرج يتويل. وعد ما تقول جمعة ولا 10 أيام وهو عليك المعدل. ومن القاضي قال بينه وبين روحه لم تبيها، أي نعم روحي بريت خليني نفكوا عليا. جنسيبه في الصباح، إيش حالك اليوم يا سيدي القاضي؟ قال له الحمد لله، لكن انتما ليه ربطيني؟ قال له ماك تربت هكا ولا يتخلوض شوية، مرتك طيبت لك السي بالمرقة وانت تقول محمص. قال له أبدا، لو ما تكون عندنا 6 ولا 7 شهور ما طلبناش هنتحمص. قال له وقلت رمت الولد في البير ليه؟ قال له يا اخي هي مجنونة وثم شكون يرمي ولده في البيرة، وقلت باللي هي هبطت رجل من السدة وخليته يتعشى، ما تقول هالكلام وهي ما ثم شكون عقل منها. سيبوها ولا يحمد في ربي باللي نسيبه استعافى، وحلوا يديه ومشى على روحه، وكانت من قاضي ومشى غسل حالته وفطر وتهمم وخرج للطليبة. وهي بعثت لهاك الراجل قالت له برة توا أو كان مشيله للمجلس بتاعه. وه عيط الحاجب سيدي حاضر يا شكاية، وسيو خيا نحصل واقف قدامه. تفضل يا ولدي. قال له يا سيدي مرتي تحيلت عليا ونحط لي رزقي ونكرتني. قال لهم بعثوا جيبوها. مشاو زوج صبيحية جابوها بدأت تبكي وتحبحب رزيقي في ليساتي. غزر لها القاضي وبرق فيها عيني قال لها أما تجيب الصحيح ولا تو نربطك. خافت قالت له يا سيدي كيف ما قال لك الرزق رزقه وأنا تحيلت عليه ونحيته له. أي قال لها تو ترجع له رزقه ويرحمهم كيف قالوا، كيد انسى كيدين وكيد الرجال ما يسوى شيء. وعلى أمل أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.